يا صباح الفل عليكم من اولى حلقات برنامج قعده حلوه. قعده حلوه ممكن تكون قعده بنات صحاب مع بعض او ولاد مع بعض، لمه عيله وضحكه حلوه، او حبايب او متجوزين. في الاخر هي قعده حلوه بكل تفاصيلها. هنتكلم معاكم في مواضيع كتير مختلفه وهنناقش حاجات كتير بنعيشها. بس في الاول هرحب بزميلتي رويا. صباح الفل عليك يا صباح رويا. الخير يا يارا، عامله ايه؟ الحمد لله يا عايزه حبيبتي. اصبح على كل مشاهدينا صباح الفل عليكم وعلى كل اللي بيتابعونا النهارده في برنامج قعده حلو. النهارده موضوع بيهم كل بنت، كل بنت دلوقتي بتتفرج علينا على حسب، يعني في البنات اللي بتدرس او السيدات اللي اتجوزوا، يعني اتجوزوا وسابوا الدراسه، سابوا الدراسه عشان يتجوزوا، سابوا الدراسه عشان مش بحبين الدراسة، سابوا الدراسة عشان زوجهم اللي قالوا كده. في ناس بيبقى عندهم المقدرة المادية ان هم يدرسوا، ربنا يعني مدينا نعمة انه احنا ندرس، بس في ناس بتصد النعمة دي، في ناس بتصد انه هي تتعلم وتدرس وتبني نفسها، على عكس يعني العكس، انه في ناس مبقاش عندها مقدرة انها تدرس بس بتسعى عشان مستقبلها، بتسعى عشان تقوم يعني تيجي كل قرش، تتحدى اي ظروف. كل قرش، كل مليم تحطه فوق بعض عشان تدرس، عشان تكون نفسها ومستقبل. ف يعني النهارده فقرتنا النهارده هتكلم عن نصايح عن البنت، ليه دراستها مهم وليه البنت بتسيب دراستها. فاحنا عايزين نتكلم يا اول حاجه هي البنت ليه بتبتدي تسيب دراستها، ايه السبب؟ هو في اسباب كتير قوي ان البنات ما بتكملش دراسه. ممكن يكون ملل، ممكن يكون ضغط من اهل البيت، او عدم تشجيع. او عدم تشجيع، او عدم اصلا هي مش محدده لنفسها بلان هي عايزه تعمل ايه في حياتها. هي عايزه مش محدده نفسها، انا عندي طموح، عندي هدف عايزه اوصل له، ماشيه في حياتها اللي هو مش يوم بيومه يوم بيومه. وانا انا عايزه مش عارفه انا هعمل ايه. بس في اهل كتير بيضغطوا على بناتهم، ولا انت كده كده مكانك في المطبخ، انت كده كده في يوم من الايام مسيرك ايه؟ بنت مسيرها بيت جوزها، فهتكملي في مشوار مش معروف نهايته، فانت خلاص جالك العريس خلاص تمام. فبنت ما بتكملش، مفيش تشجيع من البيت. عشان كده عايزه اقول لكم من الادوار المهمه يعني الناس الوحيده اللي تقدر تشجع البنت هم الاهل، الاب والام، لانه احنا دلوقتي خلاص داخلين على 2020. كتير اتغيرت، الحاجات كتير اتغيرت عكس الخمسينات والستينات والسبعينات بس يا وهكذا. رايا برضو لسه في ناس فكرها وتفكيرها بيفكروا بالدماغ القديمة. لا، احنا البنت في اصلا جزء في المجتمع لسه بيفكر بفكرة عيب البنت اصلا تشتغل. ازاي اصلا انت تشتغلي؟ ازاي انت يعني خدتي شهادة؟ خلاص ده لو خدتي شهادة. في ناس لسه فكرها متوقف عند النقطة دي، ما فعشان كده اتغيرش. احنا لازم في ناس تعمل توعية، عشان يقدموا توعية ليهم، الناس الأهالي اللي بيمنعوا البنات عشان يدرسوا. وكمان عايزة أقول لكم على حاجة، يعني بالظروف المادية اللي احنا بنمر فيها دلوقتي بيبقى الزوج بيشتغل، بس وارد جدا ان الزوج ده مش عارف يغطي كل التكاليف. بالظبط، البنت الدنيا دلوقتي ما تتقارنش بزمان. كان هو بيشيل كل حاجه من الايه للبي، من ايه تو زد زي ما بيقولوا. فدلوقتي لو هي ساهمت، لو هي برضو انت وهي بتسندوا بعض، ما بقتش ماشيه اللي هو لا انا راجل انا بس اللي ما ينفعش، عيب انت بيت. ما بقتش ماشيه زي صحيح. زمان. بص، حتى كمان مش بس كشغل، هو الشغل ليه فوائد، اقولها لكم بشكل مختصر جدا. فوائد الشغل ايه للبنات؟ بيديكي ثقه في نفسك، بيديكي تحمل مسؤوليه، انك بتتحملي مسؤوليه الشغل اللي انت لازم تخلصيه على يعني بشكل صحيح جدا. بيديكي الانضباط في الوقت، لان الشغل ليه مواعيد والمواعيد لازم نلتزم فيها. البنت عشان تبقى قوية شوية تكون معاها شهادة، وتكون يكون معاها شغل، يكون معاها كارير، بحيث انه ما يقدرش في حد يستقوى عليها. فاحنا عايزين نتكلم عن ايجابيات الرجل بالنسبة بيشجع للبنات. او هو فعلا كلمينا في عنهم. رجالة كتير بتشجع على ان انا اكون
عندي حلم عاوزه اوصله بيشجعني دايما وده يعني وبيسندني. انت ده اصلا حافز لوحده انه يخليكي تخشي في اي حاجه وانت مش خايفه، صح، انت واثقه في نفسك. ده اصلا هيعم علينا احنا الاثنين، زي ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، ما برضو وراء كل امراه عظيمه رجل، صح، بيسندها وبيشجعها ودايما جنبها، حاسسها بنفسها، مش اللي هو انت قال انت مجرد آلة وبس بتعمل كده الرغبات وبس. لا، في حاجات كتير في الحياة، الحياة مش كلها حاجة واحدة. لا، انا هساعدك وانت هتساندني، هنساند بعض، هنبني مع بعض حياتنا. ده هيفيدنا اصلا ان جوازات كتير بتسمعي الفترة الأخيرة ما بتكملش، وحتى الشباب صغير حياته بتنتهي بدري. طب ليه؟ بالاسباب بقى ان هو ممكن تفكير الزوجه محدود مفيش اصلا فكر، او فرض السيطره يعني، او فرض سيطره منه. في كتير قوي بيبقى فرض سيطره، بس احنا ممكن مع بعض نبني حياتنا ونكمل حياتنا، وده هيساعدنا ان احنا لما نجيب ان شاء الله اولاد اللي هو يبقى يعني فخر. يبقى ليه عامل ايجابي جدا في ان انت تربيهم صح، تربيهم عندهم حلم مش فراغ بس. يعني وبرضه في جانب اخر، الراجل السلبي بقى احكي لكم الداعي. انا الراجل السلبي ممكن يعمل ايه. كل بنت تتفرج علينا في صفات كده معينه لو موجوده في الرجال ابعد عنه. ايه هم؟ المسيطر، لانك انت ما عندكيش شهاده او ما اشتغلتيش قبل كده. الشهاده مش كل حاجه، بس على الاقل لو انت مثلا ما عندكيش امكانيه بس انك سلاح تدرسي، مهم، هو سلاح سلاح مهم. مهم، بس في ناس ما عندهاش مقدره زي ما انا قلت، بس بتسعى من جانب بتسعى. تاني وبعد كده يكون عندها المقدره الماديه وتكمل دراستها. عندك سلاحين، هو الدراسه والشغل. فالمتحكم، لا، ايه الهباب اللي انت عملتيه ده، ديكتاتوري. ايه الاكل اللي انت طبختيه ده، نظفي هنا، اعملي هنا، مفيش مصروف، مفيش خروج، عاملي ماما كويس، عاملي بابا كويس، امشي في حكم بيها بجهاز كنترول مش اكتر. اللي هو انت عايزه حاجه، لا انا مش هديكي فلوس، عايزه اخرج، لا عايزه اخرج العيال، لا ما تخرجيش، اقعدي في البيت، مكانك في البيت، في المطبخ والتنظيف. هل انتوا كبنات بيعجبكم حالكم كده؟ انتوا في ايديكم تقدروا تغيروا من نفسيكم. الراجل السلبي اللي بيبقى شايف انه البنت لازم تبقى ضعيفه او المراه تبقى ضعيفه، هي ممكن تكون، هو احنا بطبيعتنا مختلفين عنهم، بس الضعف مش ضعف المخ والتعليم التحكم، والدراسة هو عايز والتحكم. يفرض سيطرته عليه، ايوه فرض فاهم. السيطرة. في زي ما انت قلتي في رجالة إيجابية جدا بتحب الست تبقى ناجحة، نجاح ونجاحها مفيش اتنين فرق نجاح مع بعض، بالظبط. يعني الاتنين نجاح مع بعض بيبقى عامل مهم جدا 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 انه العيلة تكبر وتنمو وتبقى عيلة سعيدة. فعلا، لان النجاح ده بيصب في ده زي ما بيقولوا، بالظبط، نجاحنا هينجح بيتنا اصلا، لان الموضوع احنا مش تبقى مختصره ان هي مركزه معاه ماشي، هو بس. مركزه في انت بتعمل ايه، مشاكل، لا هي عندها حياه. هم اصلا هيحسوا هو يعني مفيش ملل، مفيش في روتين، في مفيش حاجات كتيرة حاجه بتتغير، جديده، بنحكي لبعض حاجات صحيح. كتير بتحصل معانا. الثقافة، يعني كتر الثقافة، انه البنت لما تقرا كتب او تتفرج على مثلا افلام وتنوع من دماغها وتفكيرها، هيبقى في تجديد في طاقة الحوار مع الزوج، ومواضيع جديدة هتتفتح، بالظبط لانه فعلا، في الروتين طول ده الوقت مفيش روتين. لا الروتين بيقتل بيقتل حاجات البني كتير ادم. قوي. كمان في حاجة، انت بتبقى قاعدة في البيت، يعني مثلا انا مثلا في ناس بتشاهد دلوقتي انه انا عندي اولاد ما ينفعش انزل اشتغل، بس انتي تقدري تتعلمي حاجه وتشتغلي فيها في اونلاين. شغل، لسه كنت اقول لك اونلاين، يا رايا، في شغل بيتعمل اونلاين دلوقتي موفر، ما تقدري، بتنزليش وانت ايوه في تقدري البيت تطلعي رزقك من بالظبط، على النت على طول. وتشغلي وقتك برضو في حاجه مفيده، وبقى برضو اسمك عندك مصدر مصدر تعتمدي دخل، عليه، صح، سند برضو طبعا سندنا ربنا بعد ربنا. ربنا، انت ما فيش حاجه مضمونه يعني. مفيش حاجه مضمونه بعد الام والاب، مبقاش في حاجه مضمونه. في رجاله كويسه قوي بنقدر نعتمد عليها، وفي ناس هي الرجاله بتبان من فتره الخطوبه هل هي فعلا هنقدر نعتمد عليها ولا لا. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي، ولازم ناخد بالنا موضوع الدراسه وموضوع اختيار الشريك، لان هو اللي هيطلعنا فوق، هو اللي هيعلينا مستقبلنا وهنعلي بعض. كمان عايزين نتكلم تأثير عدم دراسة البنت أو الست وقعها في على مخاطر الولاد. كتير على الولاد. يعني لما الولاد بيجوا
لو هي ما عندهاش ثقافة ولا فكر، لا أكيد مش هتعرف تديهم، يعني مش هتعرف تفيدهم بالقدر اللي هو ما هو فاقد الشيء لا يعطيه، هتعرف تدي في حاجة هي مش فاهمة فيها، لكن غير لما هي تبقى فاهمة في الموضوع وهي دماغها واعية بالطريقة المظبوطة، تعرف تفيدهم وتعرف تخليهم ازاي من هم صغيرين انا في حاجة اسمها يبقى عندي هدف في الحياة عايزة اوصل له، عندي حلم، ازاي اجتهد في الحاجة اللي اخش فيها، ازاي اعمل ان انا يبقى ليا مستقبل كويس في الحياة. دلوقتي بقت صعبة يعني، صعبة مختلفة جدا. عن زمان كتير. يعني عايزة اقول لكم بجد الفترة، الجيل اللي احنا فيه دلوقتي مختلف تماما عن جيل الايام زمان. ايام زمان كان البنت بيجوزوها بدري، وكانت ملهاش غير ولادها وبيتها وجوزها بس. كان زمان الجوز بيشتغل وبيطلع رزقه وكل الحاجات دي. بس دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي، بقاش لازم الاتنين بنسند بعض الماديات اختلفت عن ماديات. زمان كتير. الثقافة، انت بتطلعي جيل جديد، يعني انت بتخلي في جيل جديد. في الجيل الجديد ده انت لازم تبقي واعية معاه في كل تطور هيحصل. وانت قاعدة في البيت انت ما بتبقيش عارفة ايه الجديد اللي بيحصل حواليك. بالظبط، بتلاقي دماغك واقفة عند حاجة معينة مش متمشية مع الناس بره، بتفكر ازاي، ايه بقى الجديد، الحياة بقت ماشية ازاي، دماغها واقفة في بوينت معينة مش عارفة تتحرك منها. وده السبب انه بيخلي التواصل بين الاطفال والام صعب، بحيث ان هي الدماغ التفكير مبقاش واصل. فحاولي معانا ثانية واحدة يا رؤية هقطع كلامك. اتفضل. معانا اتصال من هاجر. الو، اهلا وسهلا يا هاجر. اهلا بيكم، صباح الخير. صباح صباح النور النور يا حبيبتي. مبدئيا بشكركم جدا على موضوع الحلقة، جه في وقته اصلا على الصبح كده، ان انتوا شكرا. بتشجعونا دي يعني احنا حاجة في يعني دراستنا، تبسطنا جدا. قولي لنا وبشكر رأيك ايه؟ راديو كاسيت ان هو طلع وجوه شابة كده زيكم. دي شكرا حقيقة، احنا كمان بنشكر راديو كاسيت شكرا. جدا. طب انا دلوقتي مثلا يعني اعرف حد ان هو بيسيب مثلا كليات زي كليه الطب، يعني في ناس بتوصل لدرجه ان هي بتسيب كليه قمه زي الطب بعد دراسه او ثانوي، وانتوا فاهمين ايه اللي بيحصل في ثانوي، صحيح. علشان مثلا خطيبها او جوزها، وده يعني مثلا بيسبب لها عائق ان هي ساعات بتجيب الكتب دي وبتذاكر في البيت لمجرد ان هي عايزه تحاول تحقق حلمها، بس طبعا ما بيبقاش زي دراسه الكليه انتوا عارفين. طبعا اكيد. تحبوا بقى يعني تنصحونا بإيه أو بس الفكرة تقولوا ان لأ هي بدي على الصبح تعبت كده؟ كتير قوي، يعني فكرة ان هي عملت جهد عشان توصل اللي هي وصلت له ده، في لحظة كده تتخلى عن كل حاجة، يا يعني ممكن تتكلم معاه تقنعه. وبعدين هو اللي بيحب حد بيحب يشوفه ناجح دايما، بيكون سند ودعم ليه. أيوة وحابة أكيد. كمان اوضح لك حاجة، التنازلات لشخص ممكن يسيبها في يوم من الايام فعلا هيرجع ليها ندم كبير جدا. الاهل قدموا لها دعم كبير جدا عشان يشوفوها ناجحه وتنجح وتدرس وتتخرج. ما ينفعش يجي حد في ثانيه يقولك انت هتسيبي ايوه. الدراسه عشان تقعدي في البيت. طب هي لو تنفترض ان هي صحيت من النوم لقيته مش في حياتها، ايه اللي هيفضل، بالظبط، ايه هتقف اللي مشكله هيفضلها في كبيره. حياتها، ايوه صح ايه اللي مظبوط. هتحس ان هي فجأة بقت لوحدها، وحتى اهلها هم خلاص هم هيعملوا ايه، انت اللي قررتي بايدك تنهي حياتك، فانت ايوه والله نفسي اوصل رساله لكل واحنا فعلا البنات الموضوع ده والشباب ان هم انتشر قوي، يدعموا مستقبلهم. الموضوع انتشر حتى ناس ايوه صحابنا صحيح. دلوقتي مش عايزين نكمل تعليم. مش مع العلم التعليم مهم جدا، فانا انصحك كمان نحاول نعمل توعيه كمان الموضوع ده. انه الراجل مش مضمون، هو مفيش حد مفيش حاجة مضمونة مضمونه في الدنيا، ممكن في ثانيه الراجل ده نشكرك جدا يا يقع في هاجر مشكله. شكرا لك جدا يا هاجر على على المداخله المداخلة الجميله. دي. فزي ما قلت لك مفيش حاجه مضمونه، ممكن في يوم وليله الراجل يقع قدر يقع الله في حادثه ما بس يقدرش يمشي. ممكن ما يكونش العيب منه هو شخصيا ان هو وحش فسابها، لا ممكن لا قدر الله تحصل له ظروف ظروف حادثه ما يقدرش يمشي، مثلا. ما يقدرش يوحي شغله. بالظبط العيله هتقع، في مصاريف اولاد، في مصاريف ادويه ومصاريف دراسه يعني. فعارفه يا الموضوع ده مهم جدا، لازم ناخده بالاعتبار في الزمن ده فعلا، بالذات. لازم الاتنين يشتغلوا مع بعض. لازم الاتنين يبنوا حياتهم سوا، لازم البنت تختار صح، هو مش الرجولة مش فرد عضلة زي ما هما بيقولوا. انا مش هما ابقى راجل ان انا امنعك ان انت تبقي عندك حلم، ان انت تبقي بتعملي حاجة انا واثق فيكي، فايه الفكرة ان انا بغير عليكي مثلا. هو يقول لها اكيد، هو البنت اللي اتصلت اكيد افهمها ان هو بيغير فمش عايزها تكمل الدراسة. طب
عايزين نتكلم في حاجة تانية. البنت اللي هي لسه ما اتجوزتش بس حست بملل روتين الدراسة، كلنا بنحس بيه يا رايا، بتيجي فترة وكلنا بنتخنق. بس في ناس ما بتشاركش الموضوع ده لغاية ما توصل مرحلة معينة وتوقف من دماغها وتقعد في البيت. انا عايزين نتكلم عن الناس دي، يعني شاركينا رأيك في الموضوع بس ده. بس هو الموضوع مش ان انا اصحى من النوم، حتى لو انا جه فترة كلنا بتبقى مراحل، بنيجي علينا مرحلة مضغوطين فيها مش قادرين، حاسين ان احنا مش قادرين نكمل، تعبنا من الروتين وزهقنا وجو الدراسة والضغط او الشغل حتى. بس انا مش هصحى من النوم هقول انا قررت اوقف، اكيد باخد بتكلم مع حد، بفضفض معايا اهلي لازم. صحابي، بس حد قريب مني. عايزين نتكلم في لو هو ما شجعنيش ان انا صح، هو ده اللي قصدي. صح، لازم يكون عندك دايره معارف واصدقاء كويسين جدا بتديكي دعم طول الوقت، لانه في اصدقاء للاسف، مش عايزين نقول اصدقاء سوء، ان هو بيقولوا دراسه ايه، احنا كده كده ما بنشتغلش في شهادتنا. صح ماشي، احنا ممكن قوي. احنا ممكن ما نشتغلش في شهادتنا، بس تعرفوا الشهاده دي تقدروا تشتغلوا في حاجات كتيره جدا. في ناس نجحت مش تخصص اللي هي درسته، فلازم يكون عندنا دايرة أصدقاء كويسين جدا بيقدروا يدعمونا، ولو وقعنا هيقومونا تاني. لا معلش قومي، لا انت هتقدري، لا انت هتقدري تذاكري وتنجحي، لا يا ماما فاضل سنة عادي، الفترة دي هنفصل فيها وهنرجع أقوى. كلنا بنفصل، كلنا بنفصل، كلنا بنفصل من الشغل، من البيت، من التعليم، من كل حاجة، بتبقي محتاجة بريك شوية. يجي يوم عليكي بتصحي من النوم عايزة تروحي الجامعة، لا أنا مش رايحة، أنا أنت عايزة تفصلي من الدنيا مش من الجامعة. بس مش تقطعي خالص، مش نقطع الدراسة نهائي، لأنه قطع الدراسة ده لو جالك التفكير مش هتعرف ترجع الوقت تاني. الوقت أنا عايزة أقول لك على حاجة في الموضوع ده، هي مفيش حاجة بتقف، طالما البنت عايزة حاجة هتعمل في أي وقت، بس لازم تاخد النية. يعني في الدراسة بالذات دلوقتي مبقاش ليه سن، يعني أنا عارف ناس كتير جدا، الناس اللاجئين، الناس اللي عندهم ظروف في بلدهم وراحوا بلد تانية ما كانوش عارفين يذاكروا، بس أول ما تاح ليهم الفرصة في الثلاثين في الأربعين ذاكروا وخدوا البكالوريوس وماجستير ونجحوا جدا. هي ما فيها سن معين قد القرار اللي هما لازم ياخدوه من جواهم. هي إرادة زي ما انت بتقولي، فعلا مظبوط كلامك يا رويا، هي إرادة. لو أنا حاطة لنفسي هدف هوصل له، حتى لو هيظهر لك حاجات هتعطلك، صحيح ظروف هتعطلك، أشخاص، حاجات كتير ممكن دي تحصل. دي عقبات بقى، احنا كلنا بنوصل بس نختار بقى الناس اللي هي تكون جنبنا في الوقت ده. صح، ممكن حد ما هو حد هيجيبك قدام هيجيبك ورا، أنا مفروض أختار الناس والدايره اللي انا اكون في وسطها، لان كلنا هنقع، حتى هتجيلك ايام او ظروف هتقعي. انا يعني لازم نختار صحابنا كويس جدا، نسمع كلام اهالينا. في اهالي للاسف يعني مش بتهتم قوي في موضوع دراسه اولادها، مبقاش فارق معاهم، البنت تتجوز خلاص خلصنا تمام، ما فيش مصروف ليها تمام. بس انت بقى، انت لما بتقعي في مشكله ولما جوزك يأذيكي او تنفصله، او لا قدر الله جوزك مش موجود تاني او يسافر، صحيح ممكن تحصل ظروف كتير للاسف، وعندك اولاد، عندك ثلاث اولاد وبتبقيش عارفه تشتغلي. للاسف الزمن ده احنا يعني الشغل بيبقى صعب للبنت اللي ما عندهاش شهاده، هو فيه بس صعب، هو صعب للي معاهم شهاده غير اللي بيسعى، بيسعى. فما بالك بقى ايه، الدنيا كلها سعي بالظبط، يعني بنسعى عشان نوصل لحلم بالظبط. والاهم حاجه يكون عندكم حلم وهدف. ازاي يبقى عندكم حلم وهدف؟ اقروا كتير، اتفرجوا كتير، حاجه مثلا انتوا حابينها قوي اتفرجوا عليها، جربوا تعملوها، هتلاقوا شغفكم شويه شويه مع الممارسه ومع الفرجه الكتير مع القرايه الكتير، هتلاقوا الحاجه اللي انتوا حابينها فعلا. قولي لنا طريقتك بقى، يعني نقول نصيحه كده في النهايه، نصيحه اخيره حابين ننصح الاهالي والبنت بطريقه كده مختصره عشان نستفيد من الموضوع ده. بص، كل اللي بيشاهدوني دلوقتي عايزه اقول لكم شويه حاجات. الدراسه هي شهاده قويه ليكي في الحياه دايما، مش بس ليكي، لو حتى لو ما اشتغلتيش لاولادك هتقدري تبقي واعيه معاهم، ثقافه، تقدري تتعاملي مع اولادك كل ما بيكبروا، يعني التفكير الاجيال بيتجدد. كل الاهالي بيتفرجوا علينا دلوقتي، احنا بنتطور، التكنولوجيا ما شاء الله ظهرت، داخلين على 2020، شجعوا اولادكم على الدراسه عشان اولادكم هم اللي هيقوموكم يوم انتوا هتقعوا ومفيش ماديات او مفيش حد يقدر يعمل لكم حاجه، هتلاقوا اولادكم او بناتكم هم اللي هيسندوكم ويطلعوكم. لكل بنت او ست بتتفرج علينا،
في ستات سابت دراستها واتجوزت عشان جوزها عايز كده. حاولي حاولي تحوشي لك مبلغ صغير وتخشي تبتدي تدرسي، الوقت مش متأخر. في ناس في الثلاثينات وحصل لها وقال راحت عليا، لو ما راحتش عليكي. لا ما راحتش. ابني نفسك كويس، لانه فيش حاجه مضمونه، فيش اي حاجه مضمونه. ربنا قادر انه يغير حالنا على طول. فدي نصيحتي ليكو، اسعوا لمستقبلكو. البنات المتردده خلاص زهقت من الروتين، ما تزهقيش، بصي لحلمك كويس، خلصي خدي شهادتك، اتطوري واشتغلي، والعريس هيجي هيجي زي ما قلت لكم، زي ما ذكرت يارا. المواصفات العريس الكويس والايجابي، ونبعد عن الناس السلبيه، ونبعد ونقرب، خلي الناس اللي حوالين ناس ايجابيه واصدقاء ايجابيين. شكرا. عايزه اشكرك يارا على شكرا يعني الكلام الجميل. شكرا لكم جدا، وعلى كل اللي بيشاهدونا النهارده. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من قعده حلو. مع السلامه.